الجدي. الجدي طبعا اكتر من اكتر الابراج اللي لازم تعمل احتفالات، لان شمس السرطان كانت ضغط على الجدي قوي قوي الشهر اللي فات. قعدنا نحذرهم، ده شهر شم النفس، خلاص الشمس سابت السرطان فاستريح بقى يا جدي. دخلت على على برج التسويات. ريم الصنباطي اهو، حبيبتي يا ريم، بشرة خير اهو. ريم بشرة خير عندنا الجدي. طبعا كتير نجوم كتير، برج الجدي، انغام برج الجدي، ميكا، مي عز الدين برج الجدي، ريم الصنباطي حبيبتي برج الجدي. يمكن عندكم تعويضات حلوه، عندكم فرص حلوه، عندكم في حاجات الحمد لله. كانت مراحل انتظار كتيره، لا خلاص انت ده الشهر ده بيقول لك ايه، مش طبعا يعني بعديها على طول، اخر اسبوع في الشهر هو اقواهم، لان الشمس هتنتقل للعذراء، ترابي زيك يا جدي هيدي لك فرص كبير. فانت في شهر نقدر نقول وسطي للافضل، تصاعدي للافضل كتير، يعني تمهيدي للافضل ان شاء الله. وتحديدا برضه ماليا بقى عنده تسديد قروض، عنده اهم تسديد حاجه دلوقتي ديون، ماليا، عنده انتعاش لبيوت المال بشكل كبير قوي قوي عند الجدي. يا رب.